انا بس شفت حاجة بمناسبة الكلام ده النهاردة، برضو كنت يعني حابة انوه اليها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي. انا مش متأكدة منها، لكن هي الصورة تبدو حقيقية، انه احد مشروعات الاسكان في تم عمل هدم لجزء منها في الدور الارضي، واتعمل جزء جزئية كده وكأنه زي بروز كده من العمارة، كأنه محل دكان، حاجة مشوهة جدا، معمولة يعني بإمكانيات حاجات أهلية، يعني حاجات بسيطة، إنه المفترض إن ده هيكون زي محل أو دكان أو حاجة عمل لشخص ساكن في هذا المشروع أو في الإسكان، عمله تحت البيت. فهو مش بس شوه المنظر وأخد منطقة مش من حقه وبنى عليها، ده كسر في العمارة، يعني كسر في الدور الأرضي. فهي هنا برضو دي واحدة من الإشكاليات. أولا مسؤولية الدولة أو مسؤولية الحكومة إن هي عملت إسكان ونقلت أهلنا اللي كانوا بيعانوا. مسؤولية الفرد نفسه اللي عايش في شقة وفي إسكان محترم وفي شارع نظيف، إنه حتى لو كانوا هما بيقولوا لي إن ممكن تكون الصورة قديمة، لكن هما بيقولوا لي ان هي تم التعامل معها. هي هنا الهدف من الكلام، انه اعتقد انه مسؤوليه المواطن نفسه اللي هو يعني الدوله عملت له وسلمته اسكان كويس، أيوة انه يراعيه، أيوة يعني أيوة، وده لمصلحته. أيوة مش لاي شيء اخر. لا هو كده، هو احنا فقدنا في ال 30 40 سنه اللي فاتوا دول، فقدنا حاجات كتير قوي. فقدنا الاحساس بالمسؤوليه. مثلا تعالي شوفي حتى في المرور، انت بتلاقي واحد وانت ماشيه بالعربية يروح جاي لك كده. احنا اعلى نسبة ضحايا طرق في العالم. طب ده ليه؟ ها؟ ما بقاش في ضبط في الشارع. طيب، لكن خلينا بقى يعني نتكلم على كل المشروعات اللي بتتم خلال الفترة اللي فاتت، وجزء منها مش بس مشروعات الإسكان الاجتماعي، وزي ما حضرتك أشرتي محور رود الفرج والمشروعات الأخرى. لا، والمصانع والتنمية، محطات تحلية المية، الاستزراع السمكي، المشروعات الزراعية اللي هي اشتغلت على كل المحاور. ايه يعني الكهرباء، ازاي بتقدر الجماعة الإرهابية، ازاي بيقدروا هؤلاء ان هم يواجهوا الرأي العام بأنه هذه المشروعات ليست لصالحهم؟ كيف وهو من يعمل فيها هم المصريين أنفسهم؟ يعني هم أعدائنا، دول أعدائنا. يعني أنت شوف، أنت مثلا أردوغان هتيله مصر دي مجعملة له هستيريا، لأنه هو بسلامته فاهم أنه هو السلطان العثماني اللي جاي هيرجع الدولة الحلوة قوي دي اللي كانت مهنيانة. يعني ما كانش فيهم يعني ادب سيس خرسيس فلاح مصري مش اي كده يعني. فانا بقول انه الناس دي هي ما يعني هي ما بتعتبرش نفسها مصريه، مستحيل. اذا بيقول لي انا مصري، لا يعني زي ما بيقولوا اخذ عينيه يعني. لا، دول ناس ولائهم للقرش اللي بقى اسمه دولار دلوقتي، والدولار طبعا مهم جدا يعني. وهم فاهمين انهم خلاص وصلوا. تلاقي مثلا واحد فيهم عنده عربيه وواحد ولا عربيتين وفيلا ولا فيلتين، بس هيتقلعوا زي الحذاء القديم من رجلين اسيادهم. وزي ما بيحصل يعني، انت شوفي، انت هو ابو بكر البغدادي ده. بس هو الى اي مدى، خليني انا بس قبل ما اروح للنقطه دي، معلش استاذه فريده، يعني عشان بس الناس تكون يعني قادره ان هي تميز، الى اي مدى سلاح التشكيك ده سلاح مجدي؟ يعني هل بالفعل يقدر من خلال التشكيك والتشويه، حضرتك قلتي انه طب انا ما اقول ارمي كلمه، هو مش كل الناس هيطلعوا يتاكدوا من انه المشكله دي. وشفنا كمان انه ازاي بالجرافيكس بقى متطور جدا، متقدم جدا في تشويه الصور، تشويه الفيديوهات نفسها. ده بقى في قنوات، واحد عنده قناه يقول لك انا عندي قناه وتابعوني وانا اتكلم، وما فيش اي رقابه ولا اي حاجه. يعني في دلوقتي مجال، ايه بقى اللي يمنع ده كله؟ الاعلام والثقافه. يعني انا فاكره انه كان في مسلسلات في الستينات ولغايه يعني اخر الستينات، يعني كانت في مسلسلات ما فيش حد في مصر ولا في الوطن العربي ما بيقعدش يتفرج عليها. بس الوضع دلوقتي مختلف، يعني دلوقتي خالص مواقع التواصل الاجتماعي بقت موجوده وبقت محل اهتمام. عشان كده اعتقد انه يعني العمل على الثقافه والاعلام وايجاد البدائل اللي لها مصداقيه هو اللي بقى له اهميه كبرى. يعني كمان فكره انه
ازاي هذه المشروعات بتخدم مصر وبتخدم المواطن المصري، يعني بتنعكس عليه بشكل مباشر كل مواطن، سواء كان اللي بيشتغل في هذه المشروعات فرصة عمل، او المشروعات بتوفر له دخل، او بتوفر له راحة موارد او حياة، وبتوفر له حياة، بتحسن من يعني مشروعات الطرق اللي وفرت ساعات طبعا وساعات طبعا وراحة، وقللت كمان من الحوادث. والسكة الحديد، السكة الحديد دي انا مش قادره اقول لك دي، واحنا زي ما انت قلتي المره فاتت احنا كنا تاني دوله في العالم عملنا السكه حديد، بقى شوفي وضعنا ايه، والناس بتنط فوق القطر وتنزل من القطر وتطلع من القطر. لا دلوقتي بقى في خطه، بقى في ناس بتفكر لمصر، مش بتفكر ازاي تنهب مصر، بقى في يعني كيان كبير، بس بقى نفسي يعرفوا ان كل ما تفتح باب الحريه كل ما انت هتستفيد والشعب هيستفيد. مفيش حاجة اسمها لا ما نتكلمش في ده، لا مفيش حاجة اسمها ما نتكلمش، نتكلم والناس تقيم وانت ترد، خلي عندك القدرة والشجاعة انك ترد على الافتراءات.